وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا أعمالنا ومنها بناء هذا البيت، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا، واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك، وعرفنا عبادتك كيف تكون، وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك، إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل، إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ورضي لها بالهوان، ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة، فقال مجيبا ربه أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين، ووصى بها كذلك يعقوب أبناءه قال مناديين أبناءهما إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة حين قال لأبنائه سائلا إياهم ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا جوابا لسؤاله نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون ومقادون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد مضت في من مضى قبلكم من الأمم
وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم، ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح.